استخدمت صدور الدجاج قطعتها لشرايح رفيعة، منضيف مبشور الثوم والطحينية، ضروري ما نستغني عنه لأنه هو اللي رح يعطينا طعم قريب من المطاعم. بضيف سبادي وزيت زيتون وعصير ليمون. البهارات أضفت فلفل أبيض حلو وفلفل أسود وبابريكا ورشة هيل وملح. مبشور الزنجبيل بنخلط المكونات كويس مع بعضها، منغلفهم نتركها مدة أقل شي ساعتين أو ممكن ليلة كاملة. طريقة الطبخ: بحمي المقلاة وببخها ببخاخ الزيت وببدأ بتنزيل قطع الدجاج بالتدريج. هالخطوة مهمة لحتى ما يتفتت الدجاج معنا. مجرد يتحمر من أسفل بقلبه على الوجه الثاني، ومجرد يتحمر من الوجهين برفعه بصحن وبغلفه لحتى يضل محافظ على رطوبته. برجع بكرر العملية، بس أهم شيء إن نمسح المقلاة ومنتبع نفس الخطوات. ومجرد ننتهي من كامل كمية الدجاج بنبدأ بتحضير الساندويش. أنا هون استخدمت ميني صامولي، دهنته بالشطة وأضفت شرايح البصل والبقدونس والسماء، أضفت قطع الدجاج والمخلل، وبالنهاية أضفت صوص طحينية. فينا نقدم معه التومية حسب الرغبة، وبألف عافية وهنا.